أختنا لها سؤالان. في سؤالها الأول تقول: أشعر بالخوف والرعب أحيانا عندما أنام بمفردي في الحجرة أو في غرفتي، فأضطر إلى تشغيل القرآن من أجل أن أنام على آياته، فهل هذا جائز؟ أفيدوني أفادكم الله. لا في هذا حرج، لأن القرآن أنس المؤمن وذكر لله عز وجل، فاستماعه عبادة، فإذا احتاج الإنسان ليستمعه ليزيل الوحشة وليستريح قلبه فلا حرج في ذلك، والحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا.